وللحديث أكثر عن أوضاع النازحين في العراق بعد قرار إغلاق المخيمات وإجبار النازحين على العودة قسرا، تنضم إلينا الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، عبر الهاتف من لندن. أهلا ومرحبا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. حياك الله دكتورة. انتشار أمراض خطيرة بين النازحين نتيجة تبعات الحرب وغياب الرعاية الصحية، بداية هل الوضع على خلاف ما تصوره الحكومة؟ بالنسبة لأوضاع النازحين في العراق، طبعا بالتأكيد الحكومة لا تعطي في الحقيقة أي مصداقية لأوضاع الحقيقية التي يعيشها النازحون، خاصة وأننا نعرف أن الحكومة العراقية هي أصلا هي أهملت هذا الملف منذ البداية ولم تعره أي اهتمام، وأوضاع النازحين من سيء إلى أسوأ كما هو موثق في التقارير، تقارير المنظمات الحقوقية الدولية وحتى المحلية. الحكومة العراقية على العكس من ذلك هي التي ساهمت وأوصلت أوضاع النازحين إلى هذا المستوى المأساوي. لا توجد هناك أي مساعدات حقيقية تقدم للنازحين، لا يوجد هناك اهتمام يعني الحاجات الأساسية التي يعني يحتاجها النازحون من أجل فقط إدامة حياتهم. لا توجد مخصصات تصرف للنازحين، النازحون يعيشون في معتقلات ويعانون الأمرين، لا توجد هناك يعني فرص عمل للنازحين، بيوتهم مهدمة، لا يستطيعون العودة إلى منازلهم إلا بأمر الحكومة أو بإعادة قسرية. لا يوجد هناك اهتمام بأوضاع الطفل، بأوضاع المرأة، بالحالات المرضية، بحالات الإعاقات داخل المخيمات، والتي يعني موثقة جميعها بأرقام مهولة وتعبر عن فعلا عن الحالة المأساوية التي يعيشها النازحون، والتي لا تعترف بذلك الحكومة، بل على العكس من ذلك تغطي على كل الممارسات والجرائم التي تنتهكها سواء القوات الحكومية أو الميليشيات ضد هؤلاء النازحون. نعم، يعني مسؤولون في وزارة الهجرة يعترفون أن الوضع الإنساني في المخيمات سيء للغاية، ما الذي يمنع الوزارة من تقديم الرعاية اللازمة للنازحين؟ ألا توجد مخصصات؟ الحقيقة يعني هذا الموضوع يعني له وجهين. أولا الحكومة أصلا لا تعطي مخصصات لهذا الموضوع، والمطلع على الميزانيات وكيف يتم تقسيم هذه الميزانيات برغم ضخامة الميزانية في العراق، يعرف جيدا أنه لا يوجد هناك مخصصات كافية للنازحين. وحتى لو كانت هناك مخصصات، لا ننسى أن العراق هو من أكبر ومع الأسف الشديد من أفسد بلدان العالم، ومن ضمنها أموال النازحين التي تنهب، وبمعرفة حتى المجتمع الدولي، وهذا موثق يعني وليست هذا افتراء. إضافة إلى ذلك حتى أن المساعدات التي تصل للنازحين من أي أطراف دولية أيضا هذه في الحقيقة لا تصل إلى النازحين، بالرغم من أن هناك وعود تطلق وسوف يتم تخصيص وسوف يتم إطلاق وهناك أموال، ولكن جميع هذه فقط مجرد دعايات إعلامية فقط لإسكات الناس. أما في حقيقة الأمر لا توجد هناك مخصصات، كلها تذهب هذه المخصصات إلى جيوب الفاسدين فقط. نعم. مع ذلك يبدو أن الحكومة في بغداد قررت غلق المخيمات وإعادة النازحين قسرا، كيف تعلقين على ذلك؟ يعني هذا يدخل ضمن يعني محاولات الحكومة من أجل استثمار هذا في هذا الملف. يعني أولا عودة النازحين، هذا يعني أن هؤلاء النازحون سوف تتفاقم معاناتهم أكثر وأكثر، وبالتالي سوف يسهل ابتزاز هؤلاء النازحين بحجة أن هناك سوف تكون أعمار ووعود 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 كما تسبق أي عمليات انتخابية، والتي سوف يعني بدأت منذ الآن. ولذلك يتم استثمار
ملف النازحين في هذا الغرض وأرجعهم إلى هذه المناطق من أجل ممارسة الضغوط عليهم من أجل الاستفادة من أصواتهم. إضافة إلى ذلك فإن هؤلاء النازحين عندما يعودون إلى مناطقهم فإنهم سوف يقعون في قبضة الميليشيات التي تسيطر على هذه المناطق، وبالتالي سوف يكونون أيضا يعني عملية الابتزاز سوف تستمر عليهم، والضغط والإهانة والسيطرة عليهم بكافة الطرق، ومنها أنه سوف يتم تعتيم على معاناتهم أكثر وأكثر، خاصة وأنهم عندما كانوا في خيامات النزوح برغم المعاناة والمأساة ولكن على الأقل هناك من يطلع على معاناتهم من منظمات التي قد تزورهم أو تستفسر عن أحوالهم. أما عندما يعودون إلى مناطقهم فسوف يتم عليهم تعتيما كاملا حتى أنه لا يستطيع أحد الوصول إليهم من أجل الاطلاع على أحوالهم. نعم. لطالما استخدم السياسي العراق ورقة النازحين كورقة ضغط، لكن السؤال الذي يطرح اليوم، لماذا في هذا الوقت بالذات تطرح الحكومة قرار إغلاق المخيمات؟ في هذا الوقت بالتأكيد فإن الحكومة الآن من جهة أخرى تتعرض إلى ضغوط دولية، وهناك قرار دولي بإعادة النازحين أولا من أجل أن يتم غلق هذا الملف بأي طريقة كانت. التقارير الدولية يعني مستمرة تفضح ما يتعرض له النازحون من انتهاكات أو الأوضاع المأساوية التي يعيشونها، ولذلك يريدون غلق هذا الملف بأي طريقة كانت من أجل إسكات الأصوات التي تنادي بحقوق النازحين وغيرهم ومعالجة مشاكلهم وأعمار هذه المناطق. يعني هذه فقط مجرد لعبة من الحكومة، مع العلم أن يعني ما يترتب على ذلك هو مآسي أكثر وأكثر بالنسبة للنازحين. نعرف جيدا الآن أن العالم جميعه يمر بعد خاصة مع تفشي وباء كورونا بأزمة اقتصادية كبيرة أثرت على جميع الدول العالم بدون استثناء. دكتورة، السؤال الأهم سوف يؤثر. السؤال الأهم في هذا الملف اليوم، إذا ما سارت الحكومة في قرار إغلاق المخيمات وإعادة النازحين قسرا إلى مناطقهم التي هدمت أغلبها، ما هو مصيرهم؟ يعني بالتأكيد مصيرهم إلى أسوأ، سوف تكون هناك عملية نزوح مستمرة وهروب من مناطقهم، برغم ان نحن نعرف جيدا كيف انهم يعانون من يعني من جراء الابتعاد عن منازلهم، ولكن العوده بمثل هذه الطريقه سوف يفاقم احوالهم اكثر، سوف يتعرضون الى المزيد من الاعتقالات، مزيد من التهميش، مزيد من الانتهاكات، لن تتحسن أوضاعهم سواء المعيشية سواء الاجتماعية، أحوال أطفالهم إلى أسوأ، وبالتالي دورة العنف سوف تزداد في العراق مع الأسف الشديد. نعم، شكرا جزيلا لك يا دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.